انت بيود الصوت هذا يود كيف شلون قفل ذي والله هذه مال خاتمه شلون قفل ايش شنو نقول يا ضيع السالفة ضيع وضعي ضيع امورك اللي ابوها ضيع السالفة كلها أنت معاد الخصم أبشر أبو العروض الزينة وتونا قدامنا معرض بعد تبهر بإذن الله الشهر واجد بيجوز لكم بيجوز لكم الشهر واجد بإذن الله لكن اللي ما طلب أو ما له حق العرض هذا يلحق عشان العيد الله يطول عمرك سوف يوم مقرب سوف يوم مقرب خلينا نقولون بس دقيقة دقيقة يا رب يكبرون يا رب يا رب يكبرون أكبر بقران 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 يقبل الله يا موسى دوك ارفض والله انا بقران والله والله انا بقران يا رب خلاص الحركات ذيك يا كنا نسوي والله اني تبان صحيح عاد يوم اذكرها اني اشرع على عمري يوم ندخل بنات وننحاش يا سماجه قسم بالله سماجه والله العظيم ما توقعت اني بزر لهالدرجه الا يوم تذكرت الحاجات اللي كنت اسويها بزر اوه لا زينه يا رجال يا ولما يا ولما صح ان نرتاع في البدايه بس عاد انه ما تاخذ الله اكبر استوعبت انا ما ترى ما استوعبت ولا قريت يعني يا اخي نصاب يا اخي اوري اقسم بالله ترك اوري والله والله العظيم اني برقت في الاشياء اللي كنت اقدمها اقول يا اخي يا خاني شلون خسرت عدد يعني كانوا بالالاف لأن حركاتك بزر حركات بزر اي نعم ما ادري شلون تحميني الامانه فحمد لله يعني واحد لازم انه ترى يمر عليه مراهقه 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 فاشل ولا وش الله اكبر يعنني يعني يا رجال كب عني الله يثبتك احمد انت انسان طيب بالعكس والله انك رجال طيب محترم الله يزيدك يا احمد والله انك رجل محترم احمد اخذت والله سعاده الله يزيدك يا احمد والله يزينك يا احمد يا اخي والله احمد يحبك أحمد الله يش الله يجزاك يا أحمد يا زينك يا أحمد الله يسعدكم والله العظيم جماعة الخير إني سعيد جدا بكلامكم الطيب هذا كله جعل ربي يحفظك يا أحمد الله يحفظكم جميعا أنا إيش كنت بعلمكم عنه بعلمكم عن الحاجة وش نسيتها هي وش أنا اللي بعلمكم عنها يوو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 و
سالفة النسيان ده؟ إيش سالفة النسيان الربع؟ قسم بالله غلط، النسيان ده غلط. عيال يقبل الظاهر ان بقران لحاله ما يقدر يضغط ولا يقدر شيء. بقران بقران الفقرة ان شاء الله بكرة. هذه اذا ما خمتنا وما خمتنا كذا الله يكفينا الشر صايد ترى تجي وتروح والواحد صايد تجي وتروح والواحد ايش مسعود ساعة في الحمام ان شاء الله باذن الله والله يا صلاله اني ودي يجي هالربع بس بعيد طياره فيها طياره تجيها صلاله فيها طياره ها لبيه رجع ما فيها ظاهر والله اني صادق ترى ممزح فيها ولا ما فيها انا سألكم تستهبلون انا اذكر يروحون سيارات انا بس اسال مطار مطار فيها مطار صلاله خلاص يا ولد ابي مويه ابي اشرب مويه ولا شيء اسمع صلاله يا مطار ها صلاله حمار انت صلاله يا مطار ابي ليه صلاله يا مطار اسالك انا في يرجع شلون شلون ترى تبعد عن عمان صلاله عمان ادري انا في عمان بس ترى بعيد عن عمان ترى بعيد والله ما ادري صح ولا لا كم تبعد عن عمان كم بر ترى هم مثل عمان لا مو ترى لا تدري انها مثل ايش؟ مثل الرياض على ابها. شفت 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 شو يقولون كل يوم؟ يقول اذا صار الواحد مريض اذا تعزون يوسف لا نفترق لا خرجنا يا رجال لا نفترق انا والله ما عاد انت خلاص اللي عندي الله أوريك نايف بغيت أموت أنا من نايف دقي أنا تراني وين أنا رايح يا يما لا صلي جو أنا ما جاني للحب